الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت شركة تسويق النفط الوطنية سومو أن كمية الصادرات العراقية من النفط الخام قد بلغت نحو 107 ملايين برميل خلال شهر تموز الماضي. وأضافت الشركة أن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 40 شركة عالمية من جنسيات عدة من موانئ البصرة وخور زبير والعوامات الأحادية على الخليج ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية. وكانت وزارة النفط قد أعلنت في مطلع شهر آب الجاري مجموع الصادرات والإيراد المتحققة لشهر تموز. قال مسؤول في البنك المركزي العراقي إن التعليمات التي أصدرها البنك خفضت سعر بيع الدولار النقدي المخصص لأغراض السفر إلى المصارف وشركات الصرافة من 1310 إلى 1305 دنانير لكل دولار. وأوضح المسؤول أن هذا السعر سيتم اعتماده بدءاً من يوم الأحد المقبل لجميع طلبات شراء الدولار التي يتسلمها البنك المركزي لمنع المصارف وشركات الصرافة التي تبيع الدولار للمسافرين من تقاضي أي مبالغ إضافية منهم. ومن ضمن الإجراءات التي يدرسها البنك المركزي فتح فروع جديدة للمصارف وشركات الصرافة في المطارات لتخفيف الضغط على المنافذ الحالية في المطارات مع اتخاذ إجراءات أخرى تتعلق بهوية الراغبين بالحصول على الدولار. صرح مدير مكتب الشؤون العربية والأفريقية في منظمة تنمية التجارة الإيرانية فرزاد بيلتن أن بلاده قامت بتصدير سلع وبضائع إلى العراق بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الحالي. وأضاف بيلتن أن حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق خلال الأشهر الأربعة من العام الحالي بلغ نحو 2,993 مليون دولار، مرجحا أن تصل صادرات إيران إلى العراق إلى 10 مليارات دولار خلال نهاية العام الحالي. أظهر مسح أوروبي أن تراجع نشاط الشركات في منطقة اليورو تفاقم أكثر مما كان عليه في هذا الشهر في تراجع واسع النطاق في أنحاء المنطقة، خاصة في ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمات إلى 48.3% بعد أن كان 50%، وهي المرة الأولى دون المستوى للعام الحالي، حيث شعر المستهلكون المدينون بوطأة ارتفاع تكاليف الاقتراض ما أدى إلى كبح الإنفاق. وكان استطلاع رويترز قد توقع قراءة عند 50.50%. وفي قطاع الخدمات المهيمن على الكتلة انخفض نشاط الصناعة، وبينما استمر الانكماش في إنتاج الصناعات التحويلية كانت هناك بعض العلامات على حدوث تحول. خفضت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال تصنيفها الائتماني ونظرتها المستقبلية لعدد من البنوك الأمريكية. وقالت الوكالة إن ارتفاع تكاليف التمويل والمشكلات التي تواجه قطاع العقارات التجارية سيختبران على الأرجح القوة الائتمانية للمصارف الأمريكية. وأدى رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الودائع في البنوك، ما أجبرها على دفع فوائد أعلى لمنع المودعين من اللجوء إلى بدائل أخرى ذات عائد مرتفع. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز إلى اللقاء.